Ayo, e-check. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم. كنتمنى انكم تكونوا كدوزوا عيد مبارك سعيد، والله يدخلوا عليكم بالصحه والهنا وراحه البال وكل ما كنتمناو في خاطركم يا ربي. اليوم العيد، هذا الفيديو هذا صورت لكم نهار العيد، غتشوفوني بالعكفه وغتشوفوني ما لابسه لا قفيطين لا جليليبه لا تاويل لا مكياج لا حتى شي حاجه، عاديه جدا. علاش؟ لحقا جينا لمنطقه اكلمام، اكلمام ازكزا، واحد البلاصه هنا حدا خنيفره خطيره ورائعه وزوينه بزاف. عيدت فيها هذاك العام وعجباتني. جينا لهنا ذبحنا، خلينا هنا الحواله ديالنا، جينا ذبحناهم، غسلنا الدواره ديالنا، قطعنا اللحم، الخبز طيب على العواد، طيبنا الشوا ديالنا هنا، كل شيء درناه هنايا. وبقى داك الذكرى ديال داك العيد دوزتو مع لطيفه اختي. من هنا كنسلم عليها وكنقول لها مبروك عشرك وتعيدي وتعاودي باش ما تمنيتي يا ربي داكشي، باش هاد العام ان شاء الله، قلنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غنجيو وغنعيدو هنايا. وجيت وجات معايا ماما وجات معانا واحد الناس صحابنا من ميسور، كنسلم على الناس ديال ميسور كاملين، كنت هما كنبارك لهم العواشر، جاو عيدوا معانا هاد العام. يعني بادره طيبه منهم وكنشكرهم من هنا وكنسلم عليهم حتى هما، وشكرا لهم بزاف لحقاش قبلوا علينا. وزعما جينا عيدنا هنا اونصومبل كاملين، حنا وماما وهما. المهم حتى نتوما كنبغي نقول لكم مبروك عواشركم. كما قلت لكم كاين لا قفطان لا جلابه، راني عاديه جدا. المهم جينا الصباح غفقنا وجينا جبنا صافي، جبنا حوايجنا وهذا، يعني داك شويه الديسير وشويه هذه، ما جبنا لا خبز لا والو. جينا لقيناهم دايرين، يعني مساكن دايرين اتاي ودايرين سمن والروز بالحليب. بالحق ما صورت لكمش داك الشيء لان المهم ما صلح ليش بصراحه. غفطرنا وذبحنا، ما كيذبحوش هنا بكري، ذبحنا ثلاثه ديال الذبيحات والحمد لله وهذا. ومن بعد علقناهم غطيناهم بليزور، كنحاول لكم قصه حياتي. المهم ومن بعد مشينا غسلنا داك الشيء، عاوناها مسكينه ديك المراه، واخا زعما هي كدير كل شيء ولكن عاوناها وطيبت لنا الخبز. تغدينا شوينا بولفاف، راكم غادي نحط لكم شي لقطه تشوفوهم، شوينا بولفاف كلينا الحمد لله. هنا الجو كيوكل وزوين بزاف بزاف، لان شوفوا واحد الخيام هكا، واحد المنظر دابا نصور لكم من برا وتشوفوا، راه كاين الخيام بزاف زوينين. المهم سالينا، مشاو الدراري كيعوموا مع راجلي، المهم الوليدات مشاو كيعوموا لتحت، غزال الجو. سالينا عاود طيبت اللحم ديال الراس، ومن بعد عاوتاني شوينا واحد كي كنقولوا ليه الطابق ديال اللحم. المهم داكشي ما نقول لكمش، يا سلام. اي حاجه زوينه واي لقطه زوينه شفتها وعجبتني اكيد غنصورها لكم وغتشوفوها معايا. شكرا حبيبه ديالي لهلا يخطيك. والحاجه امينه جابت لي اتاي تاع الخيمه. هي اختك امينه، شكرا. الله يعطيك الصحه. اتاي بالنعناع طيب على العواد على حقه وطريقه. المهم كما قلت لكم غادي نخليكم مع الفيديو، واي حاجه صورتها جديده غادي نوريها لكم. غدا ان شاء الله غنمشيو اليوم في الليل ان شاء الله ملي غادي يطيب اللحم هذا، وغادي حتى كنقرضوه وكل شيء كنديو معنا روينتنا ناضيه. المهم العيد هنا عيد سبيسيال، شوفوا العكفه كي دايره. يلا خليكم معايا. تصوري لنا اليدين، شوف تبارك الله، شوف تبارك الله، صلى على النبي. هذا غليظه تبارك الله على مينا، على الحاجه مينا، الله يبارك فيك. مرحبا. ها ماما ديك الخير لله. ماما سي عند فهدي صوب لي، اجي فهد صوب لي اولدي. وهذا هو غدانا بحال كاع المغاربه تقريبا، كنديرو حنا بولفاف كنشويوه كامل، كناكلو كنشويو القلب والطحال والكبده وداكشي، المهم دوك الدواره صافي. وكنوضو كنغسلو داك الكرشه وداكشي اللي انا كندير به الكرداس، كاين اللي كيدير الكرداس كاين اللي كيدير التقليه. ولكن من بعد ان الجمر كان صوت اللحم الراس معسل ومبخر بواحد الطريقه بلا كسكاس كيجي اكثر من رائع. خليكم معايا. يلا دابا غنطيبو اللحم الراس غير هنا في العربيه في اكلمام. غادي نديرو غسلنا الراس
ودرت لنا في الكوكوت شويه البصله بيضه قطعوا طريفات ونديروا شويه الملحه وشويه البزار بهذا وشويه الكمون عادي هذا كيجي بحال مفور هو غير الكوكوت وشويه الزيت هنا الا كانت عندكم الثومه بزاف زيدوها انا درت هنا غير 4 هادشي اللي موجود طاهم اليوم عندي المخرج مخرجه امل ما نقولها المهم خلات الثومه حتى الاخر عاود نزيد شويه ديال البصله اجي بريهم الكوكوط ندير الشيء ديال اللحم نديرو هكا ونزيدو عاوتاني شويه ديال البصله هكا ياك هكا في العربيه تهرس طيبات مع العيد هكا نديرو البصله ديما نبقى نفرقو بالبصله وهادي نديرو شويه ديال المليحه شويه ديال الزيت ايوا لما تكون زيت بلديه ديروها هكا داكشي بحال الماكله ديال العزاره الزربه هاكا هاكا قربي ليا الكوكو هاكا نديرو هاد البصيلة هاكا البصيلة غتجيبها معسلة ملي غطيب غنقول نوريكم النتيجة صوري عادي انا كاع ما كنتصور واللحم فقط غديريها اللحم اللي بغى يطيبو الحسن غنصورو لهم شوا هكا نزيدو شوية الكمون هكا ونديرو معاه غير واحد الكاس د الماء انا غادي نحشي هاي تعطيك كاس د الماء هاك خويا عمر لا بغيتي نعمرو من الكلاصي نزيد واحد الكاس اخر سيدامي لحقاش هنا العافيه مجهده ماشي بحال في الدار اللي غيطيبها في الدار غديروا العافيه ناقصه وخليوه يتعسل اليوم اللي مراه عندي الناس اللي كيساعدوني عندي المساعده حاجه جميله لا رسا رسا مع ماما مع ماما خلاص ماما هي كل في الكل صافي ونسدو الكوكوط ونديروها طيب اسهل ما يكون بلا كسكاس راس مبخر داك الكاس ما تاش حاجه ملي غيطيب غنرد عليكم الاخبار صافي كتخليوه كيطيب على عافيه مهيله كما قلت لكم الا كانت في البوطه العاديه كتنقصوا لي انا الجمر داكشي باش درت له جوج كيسان د الماء ملي كيطيب كنزولو هكا دوك العظيمات هكا اللي باينين اللي فيهم داك السنان داكشي باش ما كتسعيني كاين اللي ما كيبغيش يشوف داك المنظر تيجي اكثر اكثر من رائع جربوها الطريقه ديال رد عليا الاخبار وحق الله العظيم زعما تسالوني حلوف الا كيجي لذيذ بزاف وكاع الناس اللي ذاقوا اول مره كانوا معنا عجبوهم وقالوا لي بانهم ديما يبقى يطيبوه بهذه الطريقه وبصح عشاكم مازال غادي نوريكم احريش كي كنقولوا لي الشوا كيفاش درنا له ايوا صافي مع المغرب قلنا علاش اللي ما نشويوش واخا حنا ما كناكلوش اللحم داك النهار ولكن مع كانوا عندنا الضياف وبغينا نفرحوا بهم قلنا داك السيد اللي تكلفنا هكا يعني كانوا مالي الخيام وهذا شوى لنا واحد الرباع شعلنا العافيه على العواد ودهنوا هكا كيدهنوا غير بالزيت والمليحه كيجي زبده غزال 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 بزاف وهادشي اللي كاين وخليكم معايا وهكا دوز ايام العيد صراحه ايام زوينه بزاف هاد المنطقه ديال الاكلمه معروفه بالقروده والبروده والارز الشجر ديال الارز معروفه به بزاف صافي هكا كندوز داك الايامات صراحه كنا كل نهار كنمشيو لتما دوزنا ايامات زوين كنتمنى ان هاد الفيديو هذا يعجبكم ونكون خربتكم هاد المنطقه واخا هو ثاني فيديو درت عليها يعني اش نقول لكم الاجواء هنا كتكون كثر كثر من رائعه بعض المرات كيكونوا حتى دوك الفرقات ديال الشيخات ديال الاطلس كيجيو هنا كيدربوا وداك الصوت ديال الغنا ديالهم كيكون داك الصدى هكا كيتعاطى بين الجبال يا سلام بالحق راني صورت لكم كانوا غير داك الشي شباب هكا كيشطحوا بيناتهم غادي نحط لكم دوك المقاطع حتى لهنا وغنخليكم خليكم مع الفيديو حتى الاخر السلام عليكم ومبروك عشركم مره اخرى